مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب لظاهرة اليوم وحتى لليلة اليوم بإذن الله تشكل بعض الخلايا الرعدية نحو المناطق الشرقية، وعليه ستثمر ببعض الأمطار الرعدية المحلية. المناطق الوسطى وكذلك الغربية ستشهد أجواء مشمسة على العموم رغم انتشار بعض السحب خاصة نحو الوسطى الشرقية. أما بالمناطق الجنوبية الأجواء ستكون مشمسة عادة بأقصى الجنوب بالصحراء الوسطى بمرتفعات الهوغار والتاسيلي إلى غاية أقصى الجنوب الشرقي. هنا ستبقى تنشط خلايا رعدية موسمية تكون مرفوقة بزخات من الأمطار قد تكون معتبرة محليا. ستشهد أيضا مناطق أقصى الجنوب الغربي الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب نشاط بعض الزوابع الرملية. عن الحرارة القصوى المتضررة خلال ظهيرة اليوم تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة بالسواحل، ترتفع نحو السواحل الغربية ما بين 30 إلى 34 درجة بالمناطق الداخلية الوسطى وحتى الشرقية، بينما ترتفع بالمناطق الداخلية الغربية 37 درجة بغليزان بمعسكر بشلف، كذلك 39 درجة بتنمسان. أما جنوبا 35 إلى 38 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، في حدود 44 درجة ببشار، 45 درجة ببرج برجي مختار، وترتفع إلى 47 درجة من تندوف نحو بني عباس وصولا إلى غاية الصحراء الوسطى. أما عن درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستتراوح ما بين 19 إلى 24 درجة بالمناطق الشمالية، لترتفع بكل من معسكر غليزان شلف عين دفلة تصل إلى 27 درجة. جنوبا 20 درجة فقط بتمن راس، 28 درجة بجانات كذلك بإنجزاب، وأعلى مقياس سيكون بالصحراء الوسطى ب 36 درجة. عن حالة البحر لنهار اليوم، إذن البحر سيكون قليل الاضطراب إلى هادئ نحو السواحل الوسطى، الرياح ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الشرقية، متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى من شرقية إلى شمالية شرقية بسواحل الغربية، تدور إلى غربية شمالية غربية نحو السواحل الشرقية. نطوي هذه الصفحة الجوية بوقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة، سيكون بحول الله في حدود 35 دقيقة بعد 7 مساء. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم وإلى اللقاء.